بدون كلل أو ملل تحتشد أمهات المختطفين والمخفيين قسراً بشكل شبه يومي أمام منزل وزير الداخلية ومقر الحكومة الشرعية والسجون السرية التي تديرها القوات الإماراتية في عدن في بير أحمد والبريقة. نشاط كبير وهتافات غاضبة ممزوجة بالدموع حيناً وبالدعاء أحياناً أخرى. تقطع عشرات الأمهات مسافات طويلة من منازلهن في عدن وفي أوقات أخرى من المحافظات المجاورة بحثاً عن أخبار تطمئنهن على أقاربهن المحتجزين خارج إطار القانون وبشكل تعسفي وتهم كيدية. بكثير من الحزن وقليل من الأمل تتصدر الأمهات النشاط الحقوقي في عدن وصنعاء وحضرموت والحديدة وغيرها من المدن التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتنشئ فيها سجوناً غير قانونية. كثيراً ما تلجأ الأمهات إلى الجهات الرسمية بحثاً عن تطمينات، لكنهن يعدن محملات بالدموع والقهر وإنكار وجود أقاربهن أو حتى وجود سجون سرية، وهو ما يجعلهن أكثر خوفاً على مصير المخفيين. نؤكد أنه لا توجد هناك في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية لا توجد سجون سرية ولا توجد أماكن تعذيب ولا يوجد هناك أي نوع من التعذيب القائم على التفرقة إن كانت العقائدية أو التفرقة على النوعين الجنسي. تصريحات نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعدم وجود سجون سرية أو مخفيين قسرا أثارت الكثير من الأسئلة والغضب أيضا حول مصير المخفيين منذ اختطافهم من منازلهم أو أعمالهم وحول أسباب قيام المسؤولين الحكوميين بنفي وجود السجون أو المعتقلين فيها. تظل مسألة السجون السرية والمخفيين قسراً نقطة سوداء في وجه الحكومة الشرعية التي تصم آذانها عن سماع أصوات الأهالي ومطالباتهم بالكشف عن مصيرهم، وتتحمل القوات الإماراتية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجريمة التي تسقط كل مزاعم التدخل في اليمن.